وبين فتاة الحي تشكو مصابها وتخبرني عن حالها وتشير، دعاها بنوها والبنات بأننا جياع قوانا يا أميمة تخور، فأتت وأتوا بعدها ودموعهم بها ابتل أردان لهم ونحور، حاولت جهدي أن أكفكف دمعهم ولكن دموع البائسين بحور، إلى أن رمتهم ثورة الجوع فارتموا على الأرض صرعى ما لهن مجير، وناديت أرباب الثراء بحينا. سلام تعظيم يا فندم. شو بدك؟ أنا اللي حكى معك الدكتور مشاني سيدي. إيه انتظرني بالغرفة الثانية. وناديت أرباب الثراء بحينا، أعينوا العفاة البائسين وزوروا، بحيكم يشقى ذوي الفقر بالطوع، وأنتم ذو المال الكثير كثير، كأنكم لستم بني العرب الأولى، بهم قد سما ربع وعز عشير، سكنتم قصورا دونها هامة السوق، وكسوتكم استبرق وحرير، وتلهون عن غوث الفقير وعونه، لعمري هذا في الذنوب كبير، فمن يفعل الحسنى يجاز بمثله، وربك في فعل الأنام خبير. يا عسكري